هذا هو اللي غادي يريب الفرقه بحال هكا فشات التامل. انا ما فهمتش شنو نبيل عندي ديريكت انا قلتوا لي بعد من الوداد وانا مبعد من الوداد شنو هي اللعبه هز رجليو اللعبه شنو كاينين شي لعابه هز رجليو ودابا خليني نكمل لك الهضره انت ما خليتش نكمل علاش لعب لا ريال بوش من اللي سمعتوا الرجاء بغى يدخل عليه مشيتو شريتوه مازال كريتيكي انا تفهمني ما تنحشمش انا واش كاين شي باسي تعطى فلاكس ودابا بيناتنا اخويا كون كريتيكي عادي انايا اللي تيدير الغلط يتحمل المسؤوليه طلبوا تجيبوا رمزي خصكم تطلبوا منه السماحه حتى الوليد راه تجيب لها واحد خدامه في المطار يبدا توصل معاه للفينال صافي ما خديتيش واحد الربع راه كيف والو اليوم ولا خمسه لعب ليا فرحان اتاك وواحد بقيت تمشي شي ريح شي درتي يديك المدرجة باغيين بالفيردي ما بغيناش ندوي على الاربيتراج اللي دوى عليه سعيد لا نهضر عليه فهمتيني ريلاكس وكاين بينالتي وتيجبدوا علينا الصداع بهذا الشيء ديالهم وصعبي هذا لي زاربيتر هادو كيفاش 28 مليار كيفاش الماس عنده 5 مليار ديال لي دات في عام لا 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 فشل فشل تسييريا فشل كاع يفتح عليهم على قبل الاول سي نورمال تكا باش تشوف هذيك الطريقه باش خسرتي راه ماشي هادشي كاع عليك بقاو نهضروا ونصبر عليهم عارفين وين يرجعوا انا تيخرف احد كبار المدربين في القاره فوزي بنزرتي مبارك شحال هادي فيكاش عنده 50 عام 40 عام سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرو يا سلام حمزة بورصو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام تحية حب في عيد الحب مشاهد قناة كرة في 90 في بودكاست 90 حلقة 57 مع محبوب الجماهير الودادية الرجوية ببردية الكلباوية سعيد فتاح صحاوية ومحبوب الجماهير الرجوية العيونية المصاوية حمزة بورزوق ومحبوب الجماهير البنغلاديشية نبيل مشقرو معكم داف الله 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 على الحميمر الله اخويا الله الله ندير ندير النظر ديال الكاس شي حمار عيد حب سعيد الخوخي الخوخي سعيد عيد الحب تنبان داك الرأي اخويا نبيل تنموت عليك الله يحفظك اخويا حمزة العشرين تنموت عليكم تنتمنى ديال العوب يدخل على جميع المغاربة في الصحة والسلامة حلف بالله تكتبغينا اخويا سعيد اش فين شي 100 درهم تال الشهر راك عارف تنهبط ونعطاني حمزة راه عيد الحب ما مرشي واحد لبس فيه الخضر يا حمزة لا لا تلبسوا فيه الخضر ضارب مين يا حمزة ميكي راميني يد زير الله يعاونك يعاونك عيد الشجرة حمزة ضارب علينا الخضر عيد الربيع عيد الربيع ذكريات ديالك سعيد في عيد الحب انا عارفك حبيتي شي 140 مره فهمتي سيد الحب انواع الكادوات انا كنت نجيب الورد ما نكذبش عليك برافو انت هو داكشي ديال الورد وردي تنجيب الورد للمدام الوالده فهمتي الورداني عاوتاني هذاك هو العيد الحب اللي عندي انا فهمتي بحالي بحال الناس دونك انت ماشي من دوك الناس اللي كيتوعشوا في لوتريز اللي كيمرض تي مرض عرفتي هذيك الاصابه دائما في لوتريز ولا كيجبد الصداع تقول لي كوب يلاه بينا قال لك يتخاصم لوسيس فهمتيني زعما واحد تعطاه وقت هذاك مريقل فهمتيني زعما هو المقلع لو فلو كان تبدا عايط منه من هو بريفي زعما فهمتيني الشيء القديم انا بين فرد جينا كيف بلا اسمحي لي نيرو ماسك وما تيدويش انت حمزه الذكريات ديالك في عيد الحب انا الصراحه ما عمرني احتفلت واش انا سميتي فرانسوا نبيل ولا شنو والو واش ماشي ديالنا ماشي في العادات والتقاليد ديالنا انا الحليه باس دابا فهمتيني زعما انت كتحتفل انت احتفل فهمتيني كاين ماشي انا شاك في حمزه شاري رويحات كاينين رويحات لا ولكن حمزه لا ولكن لا شي ليا كاد ولكن لا لا زعما ولا شي عايبه هذوك الريحه هذوك الريحه ديال الحلاقه عارف شنو عارف ديك ديال الحج مرحبا الدراري عيد حب سعيد هذه مناسبه نقولوا ال20 ديالنا كنبغيوكم بزاف وان شاء الله الله يدومها محبه اللهم امين وبما ان لابسين الاحمر نبداو بالوداد اول حاجه يمكن نبغيو نوضحوها هو لافير سامبو غادي نوضحها واحد طريف صغير اول حاجه المعلومه اللي خرج من هنا بان سامبو مشى في اعتقال الحر لم نجزم في هذه المعلومه يعني لم يتم الجزم في هذه المعلومه هنا في هذا البلاطو واحد المعلومه كانت كتسيركولي دي سيت ديال ترونسفير دي سيت كبار تقالت واخر حاجه تقالت في هذا الاطار هو غنقلبوا ونتاكدوا من بعد يمكن تاكسبلواتات بطريقه او باخرى
خلات المعلومة دور بشكل مختلف. هذا بابو صديناه باش ما نبقاوش اي حاجه كتخرج من هنا. فانا كتحمل المسؤوليه ديال الى قات باننا احنا خرجنا شي معلومه ماشي هذيك. ف جمال الوداد على راسنا. الوداد الخساره ديال الوداد مع السوالم ديكلاراسيون اللي جات قبل اعلان الاستقاله ديال البنزرتي فيها اتهام واضح ومباشر للاعبين. هو قال بانه وداد راه هذا هو اللي غادي يريب الفرقه بحال هكا في التهام اللاعبين. انا ما فهمتش شنو هذا الاتهام. في تتهم اللاعب ما تريبش الفرقه. قول لهم انا تنتحمل المسؤوليه ديالي ما مشاتش معايا. برافو عليك. تحمل ما مشاتش معايا الكره ما مشاتش معايا الحطام هذه انا معاه. برافو عليك. اما باش تقول لي انا اللعابه تحملوا المسؤوليه قولها في الماتش اللي قبل من هذا اللي خسرتي فيه واللي قبل ماشي ربحتي محمديه سكتي خسرتي مادي تحمل المسؤوليه اللاعبين. اسمح لي يا خنابي ولا قول لي راه فلان وفلان وفلان هز رجليهم. قل قول لي راه هذاك هذاك راه هز رجليه وهذاك ما بغيش يلعب راه قال لي قال لي شوف هو تحمل المسؤوليه عنده معنى واحد نبي هو الهزيمه ولا برافو انا نش نقول لك هو انني انا كاين شي لعابه كاين شي لعابه ماشي اون فورم ولكن ما تقولش لي انايا خطات في الشوا ديالي حتى لا تكتيك ديالي باش جريت الماتش ولا اختيارات ديالي وسط الماتش ولا باش نلعب فرحان اتاكون حتى هي خصني نتسائل عليها. راجعين راجعين في الماتش ولكن هضرنا دابا على الاستقاله ولكن باش تلوح لي واحد الميساج ملغوم فيه بان وانا جي في ترو دو كونفيونس او جوغ. فهمتيني هذه كتخلينا حنا نفهموها بطرق عديده. فهمتيني وراه شي لعبه واش لعبوا ما بغاوش يلعبوا وي ولا شكون هما هاد اللعابه. لا قول لي شكون راه هذا اللي خاصو. قول لي شكون هو هاك. قول لي راه فلان المدرب واعر يقول لهم شوف عندي واحد جات اللعاب وقول السميات خو بيا. ولكن راه قبل هو قال لك انا جو ديفون توجور لي جوار. هذه هي ديفون لي جوار هادي راه هذه هي الكونتراديكسيون. هذا هو التناقض. راه هذا راه هذه مي كتقول انايا كنت انا كنديفوندي اللعابه وشويه كتقول انايا هاد اللعابه ما درت فيهم ثقه بزاف من حيث المنطق. انا اولا زياده على اللزوم انا كنشوفها هذا تهجم واضح للاعب المغربي بعدا لان ماشي اول مره يدير البنزرتي وهذا شيء مرفوض. شيء مرفوض خويا نبي باش يقول لنا حنايا راه ميساج ملغوم جينا فاص فلان وفلان سير فيري معاه ما تلعبوش الا بالك شي واحد تما كيهز رجليه كيف ما كتدوز لينا في الميساج ديالك ما تلعبوش. شوف بعض القضيه نبيل نجيك من الاخر شي الماتش اليوم واخا خسرنا 3-1 ياك الوداد واخا خسرت 3-1 وكان هو دوزيام في الشامبيون والله لبشة والله ما يمشي وكون كان في الشامبيونز ليغ مزيان في الشامبيونز ليغ والله لبشة يقول لك باقي عندي لافونتاج وباقي وانت عارف كان باقي عارف راسو يبقى في لاكورس. فهمتيني هو عارف. وانا شوف انا البنزرتي بحكم ان تنعرفو مزيان وداك الشيء وشي تنسمعوا عليه وداك الشيء البنزرتي ديما تيبغي يخرج من الباب الكبير. علاش يقول لك انا دوزت فهمتي دوزت وشيخ المدربين وهادي لا ما تحسبش عليا انا. لا ولكن هذا راه فيها فيها باساج هادي وهذاك الشيء اللي بغيت نقول لك انا ماشي مدور على اللعابه. شوف هذا الشيء اللي عارفني نبيل عندي ديريكت في 2014 مع الرجاء نفس الحاجه في الماتش ديال اسفي لا دي جوار ما عرفتهمش ما يمكنش انا واش بنزرتي اشاك فوا انت الوحيد اللي اللعابه شنو مدرب كبير كدوش في كبير هو باش نتفاهمين على واحد مدرب كبير. مدرب كبير هو مدرب كبير وحتى الظروف اللي جا فيها الوداد كانت صعيبه صعيبه هادشي اللي قلت انا صعيبه. يلا ترى المشكل المعلوم شويه ما تخلاش على الفرقه يمكن كان جاتو شي عرض ولا جاتو شي حاجه وقال لهم انايا ماشي من الترابي ديالي على انني نخلي الفرقه في هذوك المراحل. هادشي كامل خصنا نحطوه بين عينينا قبل ما ندوي عاوتاني على القرار اللي خدا البنزرتي دابا. خصنا نعرفوا علاش البنزرتي خدا هذا القرار كما قال سعيد. واش ما بقاش قاد على الضغط اللي كاين في الوداد؟ واش الجوده ديال اللاعبين ما عاجباش؟ واش هاد لي ريكرو هادو اللي داروا واش هو ما كانش مقتنع بهم؟ برافو. شنو اللي واقع؟ تخلى البنزرتي تهرب بحال هكا من المسؤوليه واحد الشهر واقع ما تخلاش على دابا حمزه. انا بو ما دابا يا الامور غدا وكتصعب ماشي الوقت ديالي خدام استقاله صعاب صعاب الامور على الوداد. شوف انا بالنسبه ليا كنرجعوا لنفس الهضره انا كنلوم في بنزرتي في حاجه وحده هو ان هذا لي ميساج انت كتجي للمغرب كتخدم في المغرب الناس كيبغيوك في المغرب عندك واحد مصداقيه كبيره في المغرب لا مع الوداد لا مع الراجا درتي تبارك الله شي بطولات بالنتائج ديالك بالنتائج ديالك. وانا شخصيا كيعجبني كمدرب سيرتو حمزه عاود لي عليه بزاف وهذا مدرب كبير ولكن انا هاد لي ميساج بحال هكا وراجل ماشي زعما تنقول لك زعما بحال هكا بانه
باش الناس ما تفهمناش تقول بان البنزرتي ما كيحميش اللعابه ولا او كيبغي يخبي كيبغي يتخبى في اللعابه ولا شي حاجه. شنو هي اللعابه هز رجليهم؟ اللعابه شنو كاينين شي لعابه هز رجليهم كاينين ما فيهم ما يزيدوا كانوا لاعبين اليوم انا كانوا حتى علاش علاش وما كانوش اون فورم واخا لعبوا اليوم انا تنقول لك كاينه ترى هذه هضره ما كايناش يلا دابا في محمدي كنا كنقولوا راه الوداد لا الوداد مزيان ولكن تكتيكيه اكزومبل شكون هما اللعابه الهوني ما كانش محمدي مزيان الهوني راه هو اللي جاب لك بينالتي مع المحمدي حتى جاب بينالتي صافي كان مزيان هو باش نقول لك ولا انا غادي معاك كاين شي لعابه عادي عندك قدارين ما لعبتيش من الماتش ديال الفتح هادي نناقش مع هاد النقطه ما لعبتيش من الماتش ديال الفتح عندك فرحان ولي كان لاعب عندك اريير غوش وموباكو ما لعبتيش لعبتي دراوي وي هادو نقاط نناقشهم معاك هكاك علاش ما تيخربقش هو هاد المدرب تيخربق ملي لعب فرحان اتاكون دو بوين اسمح لي يا اخو هذاك شي نهضر انا خلي الشرقي البحري كيتريني ملي الشرقي باقي كما مشى باقي ملي انت ملي تنفاليدي بوشا كاريكرو جديده ديال الوداد وكتلعب الدراوي اللي هو درواتي وميليو تيرا كتلعبوا في لاكوش شنو ميساج غير مباشر على انه غير راضي على هذوك التعاقدات ولكن تحمل مسؤوليته هو اللي راه دخلهم معاه راه دارهم في لاليست راه المدرب اللي كيفاليدي لاليست حمزه واش انا اللي غنورك هادشي حمزه نعاودو نرجعو عاوتاني لهذيك سياسه النادي وداك الشيء ماشي سياسه النادي انا كان المدرب هو اللي كيفاليدي لي ريكرو ديالو راه تيفاليدي ما كيلعبوش لعبوا في الماتش الاول كيرفض هذاك لا ريكرو بانه ما تيلعبهاش على هذا المدرب في الوداد ما عندوش حتى صلاحيه كنفر انا كموسيه كنجي نفرض عليك اللعاب تلعبوا ما عندي حتى صلاحيه انا او ما عندي حتى شخصيه بنزرتي كامل او البنزرتي كامل نقول ليه لا بوش شي يلعب واخا لعبوا ويلي يا حمزه ما نضمنش انت كتعرفوا احسن مني انا ما نضمنش ما يلعبوش هو لا مقتنعش بيه راه ما غيلعبوش وكيفاش فاليده انا باش هو كيدخل الدراوي وما يدخلوش هو ما كيكونفوكيش هو وهذا ميساج غير مباشر على انه ما مقتنعش بيه سدات نبيل انا ما عارفش شنو كاين تما واش نجي دخلت تما ورا لعبوا اه علاش ما لعبوش في الماتش ديال المحمديه شوف علاش وشو علاش عاود لعبوا ياك الماتش ديال الفتح كان ملعب فرحان فلاكس علاش ما لعبتيش فرحان داب فرحان ما كانش اون فورم ما يدخلش دوزيام ميطون دونك ملي نكونوا كندويو ندويو على لي شواد اللي دار البنزرتي كلهم خاطئين كلهم خاطئين برافو انا معاك لا خصو يتحمل مسؤوليته في هذا لوكوتي هذا الا باغي تقول شي حاجه قولها واضحه مثلا تقدر تجي عندي وانا كنقول لك شي هضره اللي عارفها مثلا ان بزاف ديال اللعابه ديال الوداد ما كياخذوش المستحقات ديالهم انا نحترمك تجي عندي دوين على الضمانات شي انا تجي نحترمك تجي عندي تقول لي راه فلان ما مخلصش وفلان ما مخلصش خصهم يتخلصوا باش يعطيوني 100% عادي هادي كاينه في العالم كامل بلا ما بنادم يبقى يقول لنا لا حقتوني توني كاين اوكي راه بنادم رزقو هذاك ولكن اللاعب دابا لا خرج فهاد لا سيتوياسيون قال هادشي اللي تتقول فيه انت نبيل ما يخرجوش ليه الجمهور ويقولوا لي انت متخاذل وانت كتعرف لا سيتوياسيون ديال الفرقه مناش كدوز وانت 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 هو راه ماشي متخاذل هو راه ماشي متخاذل هو لا سيتوياسيون ديالو ما بقاتش هو واقع تيعيشو دابا انا هادوك اللعابه هو انه ما كاينش شكون اللي كيخلصو وانتم حنا دوينا وانايا قلت لكم راه كاينه ديك اللجنه راه يمكن عطات الضمانات على داكشي اللي كنسمعوا الله يرحم ليها الوالدين ديك اللجنه كيديروا كثر من جهدهم شنو هما هاد الضمانات هادو الله اعلم حمزه هذيك اللجنه ولا لو مود دو بايمون كيفاش غادي يكون دبر راسهم راه في عهد النصيري كانوا مشاكل ديال البيم زعما مي في عهد النصيري كانوا ضمانات وانت دابا تقول لي لعابه ما عارفين شكون اللي يخلصهم لعابه واش ما مخلصينش لعابه ما عندهم مشاكل برا التيران سي نورمال الرئيس وراء القضبان سي نورمال انت لعاب رئيس منتدب يمكن دونك استقرار دونك مستقره دابا هذا تيدير المهام ديال رئيس ديال الفريق علاش تقول الفرقة ما عندهاش رئيس هذيك الساعة كانوا يديروا جمع عام استثنائي يخرجوا المنخرطين ديال الوداد وعينوا رئيس هذا سؤال هذا سؤال هذا اللي تنعرف وانا هادشي راه برا الاختصاصات ديالي انا عارف يا حمزة شوف هاد الناس اللي كاين في هاد اللجنة كيديروا دور كبير وراه ما تنساش بان النصيري راه كان هز حمل كبير وكان صايق الوداد بوحدو راه دابا راه باش بلي لو نهار بلي لو نهار غلطه بلي لو نهار ويجيو واحد الناس يلقاو راسهم داك الحمل الكبير اللي كان هز النصيري كامل اون فاس معاه راه ما ساهلاش صعيبه راه ما ساهلاش داكشي علاش كنا كنقولوا جمع
واحد الناس اخرى كيقولك حنا سرح، علاش غنسرحوا؟ حناش غنسرحوا؟ حنا الاستفاده الوحيده اللي كناخذوا من الوداد فاز، ما الاستفاده الوحيده الوداد كتمشي فينال تشامبيونز ليغ، كنسافروا وكنديروا فيديوهات وكنخدموا، هذه الاستفاده الوحيده كنستافدوا مع الوداد. وكاين ناس اخرى كيستافدوا استفادات اخرى ما عندهاش علاقه بالتعلق ديال الوداد، ولا كاين ناس مستافدين من الوضعيه الرهينه ديال الوداد. حنا ما باغيش الوداد تبقى بحال هكا، ساهل نجي ونبقى نقول العام زين العام زين العام زين العام زين، لا اللي مزيان كنقولوه اللي ما مزيانش كنقولوه. شي اللي كاين راه بحال الماتش ديال كونتر محمديه راه كنا درنا اليوم مزيان، بونا عمار ريكري مزيانه، الشيء الاخر شي نيفو ديال الوداد. على داك اوغنيس ولا ما عرفت اوغنيس كلشي ولا اوغنيس ولا ما عرفت اوغنيس اللي بغيتي سميه كما بغيتي، انا في نظري كلشي. قلت لكم راه لعبتوا مع فرقه ما مترينياش 50 يوم الدراري، هادشي اللي كتشوفوا فيه راه عادي مع الوداد، راه هادشي هو لو نورمال، راه ماشي شي حاجه. حمزه واو. حمزه انا كما قلت يا خويا اسمع، انا كونتر محمديه حمزه راه درنا عليهم مزيان وشكرناهم ياك، ولكن كونتر السوالم فين شفنا عاوتاني هادشي راه نكريتيكو وراه عادي. حنا هكا ديما يوميا لو كانوا مزيان حنا راه معاكم، كنتو خايبين انا ضدكم، راه حتى اليوم داكشي اللي كاين راه هذا هذا هو راه حتى اليوم سيطروا، واخا الماتش سعيد عطاني الماتش الماتش اخويا نبيل اش نقول لك، ليش هو اللي دار المدرب ما عجبونيش انا عاوتاني. الوداد راه كانت مسيطره، كانت مسيطره دي مينيت الاولى دخلوا كنا مزيانين، جاوا جوج كازيو ولا ما عرفت ثلاثه دخلوا، حتى حتى المورا البيوت، حتى المورا البيوت، حتى المورا البيوت الاول عاد لا شوف كاينين كاينين شي حويجات اخويا حمزه قول. حنا راه ما عجبونيش انايا بحال قلتي لاكوش اللي لعب فيها اللي لعب فيها الدراوي، حتى الدراوي راه هو اللي ضرب لك بالتعادل، رانا عرفت اخويا صاحبك حيت هو يا ايمني وميليو تيران وعندك دو زاريير غوش، راه ماركه التعادل صافي راه مزيان، راه ماركه الفلالي وفي الرودور عليه ودابا نسالي راه يهضر لي انا على راه تضيع فيه في ميليو تيران هو دابا هضر لي دابا على الروتور اخويا واخا سير 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 سمعوك اسير، شكون يلعب دراوي ولا حيموت تما في ميليو تيران شكون تفضل انت فين؟ الدراوي علاش يلعب اريال غوش؟ ودابا خليني نكمل لك الهضره، انت ما خليتش نكمل، علاش لعب اريال غوش؟ علاش لعب اريال غوش؟ قادرين علاش لعب مع حركات؟ علاش ما دخلش فرحان؟ وقادرين كان كيلعب تما في وجده، تيلعب في وجده تيلعب مزيان، وملي سمعته راه ما عمرو لعب مع حركات اول ماتش ولا ما عرفتش، وملي سمعته ملي سمعته الرجا بغا يدخل عليه مشيتو شريتوه، حنا كنا باغيين نشوفو الرجا. شوف شوف حمزه حمزه الله يسهل عليك، ودخل عليه كاع ودخل عليه دابا اسمع ليا، منافسه منافسه دخلات عليه الرجا كتبغي تجيب قادرين باش تلعبوا اريير سونترال ودخل عليه الوداد منافسه، كيف كيلعب كيف كيلعب في وجده طيراته للرجا منافسه من بعد. وعلاش دابا كتقولوا راه ما لعب والو؟ نبي ما بغيناش ندخلوا في هذا لي ديتاي فهمني، انا نقول لحمزه انا اي لعاب الله يسهل عليه يمشي للراجا يمشي للشركه. والله كريتيكا وخلي نكمل لك مازال كريتيكي انا فهمني، ما تنحشمش انا راه عادي انا قاعد اليوم باس ما تعطاش شماك وراه ماشي بوحدو حتى الهوني تيتحمل عليها ولا واش كاين شي باس تعطى فلاكس ودابا بيناتنا اخويا بيناتنا ولا جيتي ولا جيتي تضربنا شي ما عطاش باس تماك وعطى باس مزيان وتلعبات القدام ولا جيتي طالب عندي ما بقاش فيا الحال ولا جيتي طالب عندي باش عرفت كان انت ما مسكانيش التيران وما عرفتش شنو طالب شوف راه هو عطي بالدار حمزه دابا فهمني راه هو عطي بالدار انت تشوف انت راه مو واحد كانوا جوج لا لا كانوا جوج لعاب قراب الوالدين ما داروش مزيان ها ولكن الكره ما تعطاش ما حمزه هو هو فتح ديك ديك المساحه ديال التمرير فتحها وعلاش اخويا ما ضربش قدامه انا انا قادرين انا معاك علاش ما ضربش قدام تضيع عنده انا معاك انا معاك انا لاعب انا ماشي انا شوف مسؤول انا لاعب مسؤول وداك الشيء غنفكر حيتاش كوره فلاكس غنمشي معاك في الطرح ديالك ما تتعطاش منك انا انا كقادرين باش عرفتك انت سعيد فتاح اللي هو الهوني ما مسكاني تيران ما واخدين فورماسيون ما عارفك غادي لها داك الكونترول غادي لها كونترول بحال هكا باش عرفتك ما غاتلعبش ماشي اون فورم الهوني اللي ما عجبنيش لعبكم راه نكمل انا يدي باش عرفتك انا ما غاتلعبش مع جبران ولا غادي تشونجي عند 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 حيمو عند العملون ولا شوف شوف واش انا داخلك في دماغك خويا حمزه حمزه واخا حمزه لا سول شوز اللي كنعطيك كنعطيك لانفورماسيون تنقول لك واش بوحدك ولا اشنو دير بارفوا لا ما عطيتهاش لك راه مسؤوليتك مسؤوليتك وراه بعيد وراه قاني التيران وتاخذ لانفورماسيون قبل ما دير لا ريسبسيون واخا انا معاك كاكي في البوان ديال على ان قادرين حتى هو كيتحمل المسؤوليه انا تساؤل تتحمل جزء من المسؤوليه تساؤل حمزه 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 ولكن الاولى علاش يجي يطلب هاد التمرير برافو عليك علاش يجي يطلب هاد التمرير سؤال الهوني وقادرين كيتقاسموا المسؤوليه ديال البيت برزق برزق حمزه سؤال تجربه المتواضعه اللي عندنا الحمد لله لعبنا فيها انا باس جامي تعطى باس لاطيرال وباس فلاكس تماك
كونتر اللعاب الاخرين اللي دايرين بريس اضيع اضيع اشوف كتقول لي راه رجع كي غتلقى ما كانش من بريسينو راه كان جا طايل بوحدو حتى لي سباس اللي كان موراه حمزه راه كان واحد قدامه واحد وراه بعيد عليه شويه سباس اللي كان موراه فين دار الكونتر حتى لي سباس اللي كان موراه راه كان خاوي واخا سؤال اسؤال انا مع شكون ابو اخويا معك انا قادر اخويا ماشي تنحارب انا معاك قادر انا تنقول لوجي انا انا ما خصوش يلعبها فلاكس واش مزيان نقولها فا واخا عيد لنا البيت الاول شي الماتش الجاي يكون يدير ماتش احسن من هذا غادي نقول برافو قادرين برافو حيدنا البيت الاول البيت الثاني كنظن مع الزبده ديال الغارديان ما عرفتش انا ما عرفتش مطيع وشوف شوف ما يمكنش شوف انا علاش قلت بحال هكا علاش قلت بحال هكا اللعبه ديال البريمير بوطو تاعهم اسمع اسمع انا قلت بحال هكا الناس كي اللعبه ديال البريمير بوطو تاعهم انا قلت بحال هكا علاش هضرت انا على قادرين بزاف خاص قادرين وحركات باش تجي تشوف شحال لعبوا العيال اول ماتش بري لعبوا بعضياتهم فهمني يا حمزه علاش فرحان لعبتي كونطر الفتح افهمني وخرجتيه ولعبتي قادرين اريال كوش هذيك الساعه ياك وجبتي هنايا في الماتش علاش ما تدخلش فرحان لانك شاعر فرحان بلاتي راهو دخلوا لاص كونطر الفتح فين دخل بوشته وي فين دخل بوشته وعلاش فين دخلتي بو علاش ما ديرش اخويا انت بوشته كاع حنا مثلا ودير فرحان فرحان الا كان تنعرف وين بلاسي وماشي اونفورم ما دخلوش اخويا افا سونتر وكون دار قادرين وبوشته عاوتاني وخسرت الوداد بنفس الطريقه ونعاود نكريتيكي عادي انايا اللي تيدير الغلط يتحمل المسؤوليه غتقول له نزارتي ما تعلمش من الاخطاء ديال الماضي دونك كاين المشكل دونك المشكل ماشي في ماشي في سميه ولا جوج ها هو في لاكاليتي جوار حتى لوني اليوم راه ما كانش في كلكو بوست لاكاليتي جوار في كلكو بوست انا ديك النهار قلت لك خصنا ندوي انا واحد الحاجه ديك النهار قلت لك خصنا ندوي عليها انا جينا جينا راه فدويت لكم انا ما كانش يخرج الاحتمال ما كانش يخرج عفاكم ماشي انا الشونجمون الاولاني كنت نتمنى الهوني يخرج قلت لكم يخرج الهوني ويدخل بلاصتو الاخر الاحتمال هذاك لاكوم الذهاب ديال زولا كان خطا بديتو كتضحكوا انا وقلتوا لي بعد من الوداد وانا مبعد من الوداد ازولا ما كان فرحان شوف شوف واخ ديك النهار انا قلت لكم بان لي زيلي طلع لي داتا كلها الوداد ما كاينش شحال هذه باش كونوا سيريو لا حتيمي لا هوني اكومي بالحتيمي شويه بعد الحتيمي شويه هذاك الهوني اليوم راه ما كاينش الحتيمي مازال شويه انا متفق معاك وصافي سير اخويا الهوني راه ما كاينش انت راه الهوني تيبان لك راه بحال ما بقاتش يزيد الحتيمي دابا اول حتيمي كتلعبوا في بوست ماشي ديالو ورا تدخل تقول لي ندخل ميليو عاوتاني ندخل ميليو عاوتاني حيد من الجناب ودخل ميليو فين دخل الحداد ولو مطلوبين منه شي ادوار اللي كتحد من الفعاليه ديالو وهذا المحسوب على المدرب وي هو المدرب فين عارفه ما تيعطيش الشمس باش يلعب المدرب هذا الحشيمه ما قلع مع بنزرتي ما قلع مع رمزي ماشي اونفور ماشي كان الحشيمه ما قلعش مع رمزي واش كان الحشيمه بلاتي او جبدوا رمزي راه لابد تجبدوا رمزي خصكم تطلبوا منه السماحه شكون يطلب منه السماحه كلشي كلكم كلشي خصو يطلب السماحه من رمزي الله يهديك يا حمزه الله يهديني انا الله يهديني انا هاديني الله راه الكره ما دارت لا مع رمزي لا مع راه رمزي داك الفينال ديال السوبر ليغ بوالو باش انا ما بغاش انا ما بغاش راه الوداد هادي كون كان البرزاتي ما يديوش الفينال اه حتى الوداد راه تجيب ليها انا فاش كان جايب ليها واحد خدامه في المطار يبدا توصل معاه للفينال واخ ونهضر معاك فرقه كبيره هذيك واخ واخ فرحان اتاكو شنو بغى يدير تاكتيكمون شنو بغى يدير شنو العلم اللي بان لي انا على حساب انا بالي بنزرتي خاسر بجوج ولا ثلاثه قال لهم ولا فرحان اتاكو ورجع جبران فلاكس ولا تشاري عندك في لا ديفون صافي ما خديتيش واحد الربعه راه كيف والو اليوم ولا خمسه باش نضرب اللوجيك ديال الكره كذبوا على راسنا تجيب لك فرحان لي لاكس هذاك شنو وقع لا كنتي خاسر بثلاثه لجوج بقات واحد دقيق طلع الديفونسور القدام يقدر يضربها تبع يحاول ماشي اتاكو تقدر نلعبوا كاع اتاكو اربع دماغ تيبان لك لعابه كبار تيبان لك لعابه كبار لك لعابه كبار كاع تبقى هذيك دقيق ثلاثه دقائق اربع دقائق اتاكو ماشي رجعوش كاع راه قول كيطلع هذيك كيطلع فرصه كنتي كدير واحد دخلتي ملي دخلتي لعبتي اتاكو ودير عملو حتى هو اتاكو هذيك الساعه احسن الله يعطيك الصحة سعيد ما بقاوش نكذبوا على راسنا علاش نضربوا باش نضربوا ماشي انا شوف راه انا تمشي نقول هادشي زعما راه تنقول شي اللي تشوف عينيا راه كون ما كانش حاجة زوينة راه ما نهضرش ما كانش حاجة خايبة راه نهضر فيها انا هاكا عارفني ديما خلابي شي حاجة خلينا نقول اللاعبين ما بقاوش قادرين يديروا الفرقة نبي تدخلتي هادشي اللي كاين تدخلتي ملعب ليا ملعب ليا فرحان ملعب ليا فرحان اتاك وواحد بقيت تمشي شي ريحتي درتي يديك لو سول اللي كيلعب مرتاح هو العملود يا صاحبي العملود العملود هو اللاعب الوحيد في الوداد اللي كيلعب مرتاح
تيبقى فيك الحال فاش تكون خاسر ما فاهم. ماشي تنهضر انا على الوداد، راه اي فرق كنهضر عليها راه بحال الوداد بحال الجيش بحال الرجاء. ونيجي راه لعبتي عادي لما لعبتيش تشي مع خصم احترم الامكانيات ديالو. شوف لعبنا مع لعبتو مع خصم كيحترم الامكانيات ديالو وبرافو السوالم. اسمح لي اسمح لي انا نقول هذه الكلمه لحمزه. حمزه السوالم الفرقه قبل فين كان شاده الحيمر وفين كان شاده عبو بزكريا وفين شده دابا بن شريفه تتلعب مع الفراقي الكبار لا مع الوداد واخا بعد مرات يخسروا راه تيعذبوا الفراق. كيلعبوا كوره كيلعبوا الكوره فهمني يا حمزه. سيرتو تلعب مع الراجا وتلعب مع لي فارو تيخسروا بزز. ولكن اليوم بالسوالم حتى مع بشعيب كانوا مزيانين. مع بشعيب فهمتيني كانوا مزيانين كاع الفراقي بزز باش يربحوا. وليني راه بن شريفه اليوم ربح حيت احترم ربح احترم الامكانيات ديالو. حتى لي شونجمون اللي دارهم ربح بهم. لي شونجمون اللي دار ربح بهم. دار شونجمون في المحل ديالو. انا باش تخرج لي انا الحتيمي وتخلي لي اللوني اللي ما جاش في الماتش وتزيد تخرج لي هذاك النيجيري وتزيد تدخل فرحان اتاك ولا تحاسب خلي هذاك النيجيري وزيد مع اتاك اخر كاع. فهمني يا حمزه راه حنا ماشي تنقولوا هذا الشيء شو تشوف عينينا وصافي. شنو في نظركم كل واحد يعطيني رايه على حيده باش من باش ما ندخلوش باش نساليو الموضوع ديال الوداد بعدا. برافو السوالم برافو بشريفه برافو واحد القوي صغير قبل ما نسولكم. الوداد عندها ولادها وبشريفه واحد من ولادها. انا كنظن في المرحله المقبله وخا دابا بيان سور كنحترموا المنصب ديال بشريفه كمدرب ديال السوالم، ولكن في المرحله المقبله اللي ما استفدش الوداد من اطار بحال بن شريفه عنده خبره دوز اجوان في الوداد دوز بزاف ديال التجارب فكنظن هنا راه داز في الوداد حان اجوان مع البنزرتي راه اليوم راه ربح الاستاذ ديالو كما كان. وي خصنا نحطو عاوتاني بزاف ديال علامات الاستفهام بركه منا. جا صابر ولد الوداد وضرب ماتش ومشى. راه هذا هو المشكل. سؤال يعني المشكل كان في صابر حتى هو. انا السؤال اللي جاي على نظركم على ما كاينش بدر القادوري. كاين بزاف ولاد الوداد فرياخ كاين بزاف كاين حسن عبيشه بن عبيشه ولاد الفرقه ولا شي غيره على الفرقه ديالو. كاين كفاءات في الوداد تو ما كيف يخدموها في الاداره التقنيه ولا في الاداره الرياضيه ولا في الاداره الرياضيه ولا لبسوا ما كوستيمات وحطوا وحدك مستشارين فوق تما. وي كي غيروا على الفرقة ما عندهاش بودربالة ما عندهاش نيبت ما عندهاش زيت دابا كاين نقاش نصير المهم راه الحمد لله كاينين بعدا تما الناس كيعرفوا هزوا تيترات على الوداد الناس كتعرف وعندها غيره ورجاله وانكوربتيبل اهم حاجه بجوجهم وكنتمنى لهم كارير كبيره ان شاء الله وكنتمناو وعندهم هادشي يتسالى نبيل هادشي يتسالى. واش الجو العام في الواقع هو اللي مخلي الوداد ما تدورش؟ واش الجو العام اللي كيدور في الوداد؟ نعطيك مثال ابونا عمار اللي شفت مع المحمديه اليوم ماشي هو حجم المنافس. واش تاثر حتى هو بداك الجو العام اللي كاين في الوداد؟ واش كاين شي جو في الوداد ما كيخلاش تبغي تقول لي كاين شي عدوى في الوداد ولا شنو؟ لا ما تنظنش اخويا نبيل كاين رابح. لا ما تنظنش اخويا نبيل بحال هكاك. انا راك شي ماتش الاول راه كان مزيان ماتش الثاني ماشي هو كلهم دايرين تاعها راه بداو مزيان وصلوا ديروا لوكازيون ما بغاش تشمارك داروا بزاف ديال المحاولات ولكن فاش تشوف ما دافعتيش مزيان الدراري برافو راه شنو بغيت نقول لك لا ديفونس اليوم ما كانت ردوها كارثه الدراري ما دافعوش مزيان استقبلوا اهداف داروا اغلاط في المناطق ديالهم استقبلوا حتى لي زوكازيون ما كاينش سقفوا بالخصم استقبلوا اهداف الخصم حتى هو دافع على على الله على 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 الحضور ديالو. شوف اللي كتمناه هو الوداد ولفات الجمهور ديالو ولفات المغاربه كاملين تلعب على البوديوم في لافريك هاد الطريق اللي غادا فيها دابا شوف نتوما تيقول اللي بغيتو مي هاد الطريق اللي غادا فيها راه ماشي ديال هادشي وما كتماشاش مع الطموحات اللي ولفنا عليها الوداد هاد السنين كامله لي ديز كي ترجع عادي هادشي اللي بغينا يا ربي ترجع لا لا دابا انا عندي حاجه واحده غنحل بحكم اخويا نبيل حنا راه كبرنا في هذا الدومين هذا وسمحوا لينا. المشكل دابا اللي كاين في الوداد مشكل الفلوس عيت من اناليزي ونقول هذاك الشيء ورجعت للواقع اللي كنت كنعيش واللي كيعيش كل شيء. المشكل اللي كاين في الوداد هو مشكل ديال الفلوس. المشكل اللي كان هو كان ان الرئيس كان كيوفر سيوله ماديه كبيره ومهمه ملي مشى هذاك الرئيس ما بقاش هذاك الروبيني ولا ما بقاش بديك خاص روبيني تحل به المشاكل وخاص رئيس
قبل ما ندوي هادشي هادشي اللي كندوي انا هادشي اللي كندوي معاك نبيل هادشي ما خصوش يكون في ان كلوب بحال الوداد خصو يكون ستركتوري قائم بذاته باش باش يخرجوا لي الناس ويبداو يقولوا لك انت راه كيدوي على الوداد هادي راه خصك تكون ان كلوب ستركتوري قائم بذاته وشركه وعندها ممولين ودابا غنجيو ندوي في المغرب كامل ماشي الوداد ماشي غير الوداد على الوداد دابا واخا الوداد دويتي قضيه ديال الفلوس باش نختموا باش واش كان معانا نوصل هنا سوتو سؤال قلت لي شو السر ديال النجاحات اللي درتي مع الوداد فينال ديتي تشامبيونز ليغ ديتي سوبر كوب ديتي بطولات قال لي استقرار استقرار كلشي على الاستقرار لا كسوتو قلت لي خويا انا ما عارفش شنو هو قلت لي انا ما عارفش شنو هو الاستقرار ما كنفهم ما فاهمش يعني الاستقرار هو الفلوس في الوقت كلشي في الوقت كلشي الاجواء كلشي بنادم اللي كيكون قال لي احنا كنا فاش الكره ما كدورش وكنعرف كنمشيو كنوقفوا على رزق بنادم ما كنوقفوش على رزق بنادم حبا في بنادم هي بيان سور كاينه على ما حيت عارفين بان هاد العمليه لا تخلي بنادم تقلب على طرف الخبز راه كاين واحد الخبيزه راه الدينه هادي راه هادشي اللي كاين واخ مشيو برافو السؤال بعدا برافو السؤال انا نقولها لك وكنعتذر على لو تيرم الوداد الرجاء لي فار ماس كيلعبوا في هادي مرسونير كيلعبوش لعاب كتكري تتخلصوا تتخلصوا يقضي لك واحد المهمه واجد هادو هما اللعابه اللي كيلعبوا في الوداد كيكون واجد كنعتذر على التشبيه كيكون واجد كيكون اميرسونير هادو اللي كيلعب في فرق كبار واخ رجاء مص ماتش تري بليزون زوينه نستمتعت بزاف ديال المحاولات اول حاجه بعدا نهضر كيما بغا نخلي خويا حمزه باش يهضر اول حاجه فرحان في رجع الجمهور 3000 واخا تكون 1000 3000 كطريحه في الباب المهم كتكون لا المهم سمعت تبانت الاجواء رجع الجمهور 3000 دونك كتكون في ذوك البيبان عرفتي كتكون واقفين في ذوك الباب 3000 الماتش كان مزيان اوكي احسن من والو احسن من والو وي بعد اول حاجه مبروك الجمهور في رجعوا شفنا واحد الحماس كما قال حمزه ماتش كان مفتوح كنا نشوفوا بيوت اكثر الصراحه ماتش ديال زوين كنا نتمنى يكونوا ماشي ديال واحد زيرو كان يكون بزاف لا من الماس لا من الراجا سافري خاص الراجا تقولوا بزاف والماس هما تقولوا واحد الكازيون يقدروا يفهمتيني يقدروا يزرفوا الراجا كيفاش نقولوا حتى الاخر ولكن الراجا راه وصلوا بزاف للبورتو باش تدي شامبيونا هادي كون تحرميه لا خص يكون عندك جول مزيان لا هذاك ما لا لي فار لا سبيدرمان احنا جايين لي فار بن عبيد سبيدرمان هو اليوم وانس سبيدرمان راه مسمي لي سبيدرمان تبارك الله ديال الراس كره ديال الراس ديال عينه مي انا بصراحه الماتش عجبني شفنا لي زوكازيون مزيان وتنتاسف لهذاك الدري موهوب بصراحه والله الا بقى فيا كنت باغي اليوم يماركي بصراحه على قبل هذيك المشاكل واخا باش نقول لهم من هنا راه ماشي نقول لحمزه صبر عليه باش نطيح منه راه ما كرهتوش في هذيك تنكريتيه باش يماركي اول حماس باش يسكتني اول يوم شوف الحماس الزائد اليوم دوماج خرج بهذيك الحمراء وتا داك الاربيط تا هو راه ما خلا فيها ما يدير خندوا على موهوب على الرابيرتيسمون هو اللي خدا كان حماس زائد يلا ماركي البيت يلا ماركي البيت ما فهمتش زعما علاش مشى بهذاك التهور بحال هكاك زائد على انك نتايا عندك كارطون وكدير سيميلاسيون وعارف الضريبه ديال السيميلاسيون يعني ما نتمناش نتحط انا في الموقف انا كنظن نعطيك الاحساس ديالي مع موهوب هو واحد الانسان اللي عنده رغبه كبيره انه يبين الجمهور راجو بحال حتى اليوم كان تيبين اليوم كان باغي وبحال كان باغي راه كان باغي وعقلتي باش قلت شنو قلتي لي في الاخر قلتي لي كون بقى موهوب كون ماركه في هذا الماتش ولكن راه هذاك الشيء اللي شتي سير غراس الزرهوني وي باش الاله الهجوميه ديال الرجاء تقادات دوزيام حيت كان مشكل كبير في الثلث الاخير ديال التيران راه تعاوتاني تدخل المكازير عاونه دخل المكازير عاون واحد الوقيته شوف قبل ما تخرج قبل ما ياخذ الحمراء في خذ الحمراء في دوزيام ميت هضر على دوزيام فين الله بدات هو هاد النقطه ديال المكازير باش ندوي عليها حتى هي سعيد وانا مع الجمهور ديال الرجاء كنعرفو فهمتيني هو المكازي اللي كيشفع عليه انه يلعب هو انه ما كيضيعش كره وتكتيكمون تري فور
ولكن انا كنحضر الجمهور كنعرف حنا كنعرف المتطلبات ديال الجمهور الدراجة. جمهور الدراجة باغيين فالفيردي خصك تكون زيد نغزه فهمتي انت راه كدير زيد نغزه تكون فالفيردي وبنادم مولف على ولكن بنادم كبر مع معنا طير ومنجاري هذا هو جمهور الدراجة فهمتيني اش بغيت نقول لك. مكعازي كيف ما قال سعيد عطى وجه عرفتي علاش اخويا عطى وجه اخر الميليو تيران ديال الراجل علاش ولكن مشطر تقول علاش امتى راه فين في 10 دقائق في نابل دوزيام ميتر 10 دقائق الماسر بلا طلعوا الماس تضررات فيزيكمون سي نورمال. يلا كنت نقول لك اخويا حنا راجعين المشاكل ديال الماس غندويو على الماس تضررات فيزيكمون الظروف صراحه ديما في الهجمه في لاتاك رابيد الماس كانت ممكن تخلق كانت ماركي كاع فشي كثيره الماس وتا لاكسيون هذيك ديال اللي كانوا كيقولوا ما بغيناش ندويو على الاربيتراج اللي دوا عليه سعيد لا نهضر عليه فهمتيني هاد ديك لاكسيون ديال المقدم لاكسيون ديال المقدم واش فيها بينالتي واش ما فيهاش علاش ما عاودوش لينا علاش ما تعاودوش لينا قاعه ديال الفار شنعرف انا الكره انا كانت فيها مشكوكه انا ماشي ثاني انا مره وحده عاودتينا واحد لونغل حتى وليتينا دابا تنمشيو خرجينا دابا ولينا كنمشيو للانترنيت دابا ولينا كنمشيو للانترنيت كتشوف كتلقاو شادين تصوير عاوتاني ايزولينها من الكونتكست ولا حي ولا ما تنحملش هذاك الشيء ولا حمزه ما تدويش على التصوير انا ما تنحملش هذاك الشيء لا لا لاكسيون انا كنبغيو نشوفوا لاكسيون نبغيو ندقوا فيها كاينه لاكسيون حمزه كاينه بيان سور كاينه لاكسيون كاين بينالتي كاين الكونتاكت كاين توش قص واش الاربي واش اللعاب حتى هويا كانت عنده نيه ديال التحايل ولا ديال السقوط وهذاك حقه لا لا هذاك لا لا شوف حمزه شوف انا معاك في هذيك الشيء انا اسمع لا هو بغى يجيب بيلانتي من حقه حمزه شوف هذيك ديال التحايل هذيك كانت فيها واحد شويه ولكن كما قلنا حنا ما بيناش انا عارف لي عندي ديريكت ماكو بنت ليا نقول لك فيها بنت ليا فين عاودناها بالك الصبع قاص مخيوس الفوق ديال الرجل بحال قلتي الرجل هذا كونتاكت كاين كونتاكت ولكن التحايل ولكن التحايل ديال اللعاب ديال الماس ما كانش تحايل كان الكونتاكت لا ماشي التحايل لافيرتيسمون ما كانش ماشي تحايل ماشي سيمولاسيون هو كان باغي يجيب بينالتي فهمتيني اش بغيت نقول لكم مازال ديال سميتو ديال الموهوب كان فيها تحايل انا اللي بغيت نقول وعلاش الاربيط ما يمشيش للفار برافو وانا اللي بغيت نقول هو علاش ديك الفار ما كتقولش الاربيط فوالا هاد لاكسيون علاش فهاد اللقطه هادي الفار ديسيدا ديسيدا على غير المعتاد على داكشي اللي كان معتادين عليه حنا في الشامبيون علاش سير اخويا انا كنظن بان متاكد وما تخليش لا متاكد على حنا ماشي دي زاربيتر نبيل وماشي اختصاصيين وماشي انا كاع دابا حيد وتجبدوا علينا الصداع بهذا الشيء ديالهم واصعب بهذا لي زاربيتر هادو دابا حيد الاربيتراج حيد الحكم على انا قلت انا رايي كتبان لي شي حاجه واضحه نقدر نقول رايي بيلاتي نقدر ما كنظنش شي غير كيعيش جمهور عادي بلاك اكسيون باينه ماشي زعما ولكن المشكل اللي عندي انا اساسي مشكل انا بان لي بحال الماس ملي ما طالبوش وما احتجوش على الحكام ياخذوا الدراري داروا عين ميكا ياخذوا الدراري صفرات هكاك فابور يقول لك عاوتاني كاين شي صفرات بحال ديال الناسيك بحال ديال الناسيك ليه علاش اصاحبي خرج صفرات فابور كان راه جيب ماشي 700 صفرات برافو عليك سعيد الاربيتر ما بغيتش نقول لك كبر عليه الماتش واش علاش علاش اخويا حمزه خاص هذيك لافيرتيسمون اللي عطى اللاعب ديال الماس ما كانش موهوب ياخذ حمراء فهمتك هو فهمت ما كانش ياخذ حمراء كان يغمض على السيمولاسيون ماشي غمض ماشي غيغمض ما يقول لي يقول لي صافي جمع راسك صافي ما كايناش حمزه حتى الاخر عطاه كان غيعطيه افيرتيسمون فيربال علاش عندك صفره واخر مره اخر مره كاينه ولكن هو بما انه شو الحاله الوحيده اللي كانت خصها دار تما هي باش البداوي طاح البداوي طاح كان خصو يقول ليه باش ما يعطيه الصفره كان يدير ليه بحال هكا ويكمل اللعب وكان يقدر وهذيك اللي كون دارها بحال هكا كان غيديرها مع موهوب حتى هو هادشي اللي قلت لك ولكن فاش تاخذ هذاك القرار بحال هكا كان ضروري باش غيتاخذ حق موهوب واخ الرجاء ولكن باش ما يمشيش للفار هادي نقطه ولكن بلاتي شوف ولكن حمزه خويا راه كاينين شي كاينين بعض المرات شي زوكاز اللي وقعوا في الماتش فيهم لور جو فيهم كلشي لا ديال الراجل لا ديال الماس وما ما صفر عليهم ما والو خلاهم شي فوت تصفر عليهم هكاك حمزه شي واحد اللي ما صفرش عليهم تلقاهم لا هو الاربيتراج ما كانش قد الموعد ما كانش قد الموعد اما الماتش كان مزيان الاربيت كان ماتش فيه الكره فيه لي زوكاز من لي دو كوتي وي شفنا واحد الاحتكار ديال الراجا نسبي حتى خرجت حتى خرج حتى خرج الحمراء شفنا سيطره كليه الماس تا ما شفنا داروا هجمات
كانوا يماركيو كان يقدروا اما ماركيو ما مره ما جوش غرجعوا للماس لان الماس غندوي عليها لان كاين مشاكل في الماس شفنا الخرجه الاخرى ديال سبع الجابعي رئيس ديال الماس باش نهيو النقاش على الفار واش واش الفار ما جاش وقيته فين زعما نكونوا رياليست نجيو نقولوا السلام ندير واحد الجلسه نحبسوا الفار عشان قدوا ريوسنا واش تتمنى نبيل تتمنى ذاك الفار كيما قلتي يخدموا لي زاباراي اللي فيه كاملين نشدوها من الفوق شدوها من الجنب لا دابا في ظل وعلاش ما كاينينش حيا ودابا مشيتي معايا لفيلم اخر انا باغي نسول حاجه واحد هادشي اللي قال لك ما حدنا ما واجد دابا حنا علاش غنناقشوا الامكانيات نناقشوا في كل حلقه هادي دابا الفار في كاميرا وحده وكاينين حتى 8 كاميرات ولا 9 شحال فيه تيبينونا نص كاميرا هما تيبينونا نص كاميرا هما تيبينو لك شي جوج كاميرات وكيرسات باش يبقاو يزومي تخيل معايا دابا دوك البلدانات بحال مصر وتونس اللي غيبغيو يفعلوا الفار وغيبغيو يخدموا به تما راه غيبداو يطيحوا في هادشي اللي طحنا فيه حنايا وغنلقاو راسنا حنا رابحين الوقت عليهم هما اللي انجليز والصبليون بداو نيشان الناس بداو بوم باز هذاك الفار هذاك الفار هذاك الفار تيضرب وحده هذاك عندو تيضرب والامكانيات اصاحبي دابا راه ولا الانتيليجونس ارتيفيسيال دابا يا صاحبي ولات كتشدك لي زارتيكولاسيون ديالك كامل واخا الماس الماس حميزه الماس لعب شي في الماس انا عارف عارف علاقتك مع الماس العزيزه وهذا وعارف كتوعت ملي كتشوف الوضعيه اللي جات للماس كنظن من الثلاثيه ديال 2011 كنظن كانت كاس العرش في 2015 و2016 ديال الجيزه مع طارق ولكن من غير هذه الحسنه الوحيده اللي كانت ما بين 2011 دابا 2024 تمشي كان نوصل للموضوع ما اش كاين كيفاش 28 مليار كيفاش اللي تصرفات فات 5 سنين ولا 26 مليار ياك 26 مليار 26 معدل ديال 6 مليار ونص كل عام واش الماس كتلعب الشامبيونز ليغ الدراري ولا شنو ولا كتلعب اخبار ناجي يمكن كتلعب واش الماس صرفات 6 مليار ونص العام عطوني انا ماشي والله ما بعيد عليا هادشي انا بين انا وليت كنفهم وليت كنسمع شي حوايج المشكل اللي غراب عليا الماس المشكل في الماس ان وكيفاش انا كنخسر انا خسرت 18 مليار والله يسامح في تسعود وانا دابا كنسالك تسعود ونص وزائد 5 المليار ولا مع 6 المليار واخا انا نقول لك انا سمعت الخرجه اللي كانت مع اسامه ديال اسماعيل الجامعي مع في شوف تيفي تحيه للناس شوف تيفي سمعتها مزيان والحوار وهذا اللي فهمت زعما نعطيك واحد الخلاصه اللي فهمت هو ان الجامعي كيقلب على فلوسه كيقلب انه يجيب الفلوس اللي خسر في الماس هادشي اللي كاين دابا بغى يرد فلوسه المشكل دابا ديك الفلوس اللي انت حطيتي في الماس مع ما تشاورتي وديك الشركه اللي خلقتي في الماس وخديتي الاسهم ديالها كاملين بسميتك مع ما تشاورتي علاش ما دخلتيش معاك دي زاسوسي انا ما فهمتش دابا راه دوك جينا السلام لا راه درت شركه وراه حط فيها مليار يعني الكابيتال مليار وراه الكونت كورو الكونت كورو فيه 9 مليار هو اللي سومها جيت خرجت السلام عليكم انا راه اللي بغى يجي يحط لي 9 مليار راه احتكار ما يمكنش دابا راه احتكار دابا بان ليا بانه بعد الجمعيه الرياضيه بعد ديال المغرب فاسي ما عندها تدور او خانت هذاك الامانه ديريكتومون استقل من الجمعيه ملي مفوضتي 70% ديال الاسهم ديال الشركه وانت ما عارفش فين مشات وباش من حق هو يسوم هذوك هو اللي عطاها هو اللي عطاها قيمه ملي تقول لي 9 مليار ديال 70% هادشي خصهم تيحاص وخصو تدقيق حسابات كيفاش الماس عندها 5 مليار ديال ليدات في عام وهذوك ليدات شكون اللي دارهم ماشي التعاقدات ديال الرئيس ولا ما كانوش التعاقدات ديال الرئيس كيفاش هو رئيس ديال شركه وكيقبل بهذوك التعاقدات يتم التعاقد مع هذوك اللعابه وهو ما موافقش عليهم وهذوك التعاقدات غادي يؤديو الى افلاس الشركه علاش ما انت ما علاش ما تدخلش ملي انت ما عاجبكش هذاك الشيء وقال لك هو زعما الوضعيه اللي قالت ليها الماس دابا الوضعيه اللي كندويو عليها هي ان اللعابه ما كترينيوش دير اضراب قال لك اسمع جاو لعبوا هنا ما خسرتش فاتال تايجرز قبل الماتش ديال الرجاء خلصوا الكريديت ديال اللعابه وما تريناوش الاجانب ديال الماس وما تريناوش الديبلاسمون اللي قبل كان تطوان ومشاو ربحوا الدراري زعما برافو برافو الماس داروا لهم ديال الكار
داروه الفاطال باين ضروا فيزيكمون الدراري هو وقال لك بانه هو حط 37 مليون درهم 37 مليون درهم كنظر هي 3 مليار و700 ياك 3 مليار و700 ترى قالك العائلة حتى 18 مليار لا قالك غادي يحطها في شهر 6 زعما الاجور الانتدابات والاجور 3 مليار و700 كيفاش شحال كيتخلصوا هاد اللعاب والاجور لا هاد الحاجه قال لك واحد ما مخلص انا عندك ابو دريك انت ولا لا لي بريم سينياتور انا سعيد صاحبي قال لك عندو 3 مليار ونص ديال لي بريم سينياتور اوجور ديال اللاعبين وانت وانت انت ديال الفرقه ما تلعب تلعب 7 8 6 ما تلعب ما تلعبش حتى مره واحده كلاسيك وسمعت 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 السؤال ديال ديال اسامه سميتو مع داك بن سلطان وسمعت السؤال ديال اسامه اللي قال ليه سؤال منطقي قال ليه كيفاش نتوما عندكم هاد المشاكل في الصيف وانتم عارفين راسكم غطيحوا في هاد لي ديت وهذا مشيتي مشيتي تاكناوتي تاكناوتي كيشد تقريبا كنظن 200 ريزيلة مليون ياك ريزيلة لا لا مازال سمعت انا 200 مليون قال لي كيفاش نتوما عندكمش كيفاش كتجيبوا كتقلب على لعابة سوبر بغي نقول لك اخويا نزيدك واحد الحاجة بانه زعما هادي انا حاضر لا راه كان من مور التاكناوتي سول على حركاس فاش ريزيلا حركاس مع الراجا سول على حركاس كان بغي يسيني مع حركاس ب 300 مليون ولا 200 مليون فين هادشي كيفاش انت كيفاش انت في شهر 9 ولا شهر 8 كنت كتقلب تجيب حركاس ب 300 مليون في العام وتكناوتي ب 200 مليون في العام وما قادرش تخلص مليون الشهر للعابه ديال الماس حتى كاين واحد اللاعب نيجيري ما لبسش التوني ديال الماس حتى هو دابا راه عندك دوسي ديالو في الفيفا شكون اللي جاب هاد اللعابه الاول المسؤول على التعاقد واحد القرار شكون جيبوا لعاب واش اون فورم جيبوا هذا وشي يلعب واش شكون اللي حط الماس في هاد الوضعيه واش دابا هنا شكون كان جا اسماعيل في الحال فرقه بحال الماس بحال هكا تعيش هاد الشيء راه شوما بحال الماس بحال برشيد بحال بزاف كيبقى ديك الحاله صح الخير ديال ديال العائله ديال حنا مع داك الشيء مع 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 الناس ديال فاس اللي عاودوا لك على شنو شنو العلاقه ديال العائلات الجامعي مع مع الماس وليني اسماعيل كون جا واحد العامين دابا وقال لك انا هادشي ما قدرتش عليه راه هادشي بزاف عليا نقول له اسمح لينا راه كاين تراكمات ديال المكاتب قبل منك ويتو وانت ما قدرتيش تقد ما قدرتيش على هذا المشكل وما قدرتيش وما كاينش اعانات وما لقيتيش دي سبونسور ما لقيتيش الناس اللي تعاونك وسط المدينه هانيه خليها هاد العامين هادي اللي فشلتي فيها وما درتي فيها ولكن هادشي اللي دار وليني دابا انت راه من نهار طلعت الماس من نهار طلعتي الماس من الدوزيام ديفيزيون حتى لدابا هادو هما التراكمات وكاين هادشي اللي دار جيتي حتى دابا كتقول لي 18 مليار اللي خسرتي على الماس ولكن هادشي اللي دار حمزه هذا راه استيلاء على الماس معلوم صاحبي معلوم استيلاء على الماس هذا استيلاء لان الشركه ديال الشركه الرياضي ديال الماس دابا صافي بسميتو يعني مع حتى دي زاسوسي اللي يقدروا الجمعيه ما عندهاش علاقه بالفريق الاول الشركه هي اللي كتسير الفريق الاول الفريق الاول عندك انت اللي بغى يدخل خصو يخلص ليا ولا ما ولا الماس تبقى بحال هكا هادشي اللي فهمت او الماس لا بقاش بحال هكا زعما وقوى الديون شنو هاد الماس تحيد ولا رجعنا للرئيس ديال التصريح ديال رئيس الجامعه اللي دويتي لي عليه توتال بيان سور برافو عليك ديال ان ما كاينش شي فرقه كتسال الرئيس ديالها كتسمى هبه هذيك ياك صافي تحيدات مي ما مفعلاش باش نكون معاك واقعه اكثر ما مفعلاش لا بزاف ديال الباقي الباقي الرؤساء كيحطوا الفلوس وكياخذوا من بعد بطرق او باخرى اي رد رد الفرقه لمواليها شكون مواليها هادشي لمواليها هما الناس ديال المدينه هذيك الفرقه ديال المدينه ديال فاس والله الا دوماج باش تشوف المغرب هذيك الفرقه ديال فاس هذيك شوف ما فاش وفاس سيتياسيون بحال لا كابيتال سبيريتويال ديال المغرب فاس مدينه ديال 12 قرن هذيك هي الفرقه ديالها والفرقه الاولى ديال المدينه رد الفرقه لمواليها تمنوا يكون كتمنوا كتمنوا لان الماس حنا في حاجه الماس كوكب لا 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 فشل فشل تسييريا فشل اسماعيل ويسمح لي علاقتنا مع اسماعيل كانت قبل ما يولي رئيس فاش كنا كانت على المستوى الشخصي كمحب للماس كمحب للماس وكعائله كتدعم كتدعم الماس وكان دواء على واحد دواء على واحد المونطون اللي كان كيدعم به الماس هي مات بصح انت كتبت ثلاثيه في جو بونس كان دار لنا واحد دو بريم وانا هنا ما عندنا ما نخبين حيت هو قال 50 60 مليون دبر راسو شحال قال حنا كان كيعطينا اللعاب مليون لواحد ودارها جوج مرات
واش دارها هو واش دارها واش دارها واش دارها هو ولا دارها السي احمد ولا السي الحسين الله يجازيهم بخير. هذه بديره كنديروا كاع المصاوير دارها دارها هو الجامعي ودارها المجزاري ودارها العراقي ودارها بن شقرون ودارها شاباط ودارها الحيزون داروها كاع فواسه وداروها حتى بيضاوة ديال هنا والله يجازيهم بخير. فوالا هادشي هادشي ولفناه فيهم واني هادشي ما يعطيكش الحق على انك ما تهضرش لا تقول بانني انا وفعلت وتركت حيت دابا هو اللي كيطالب به هو ان الناس اللي كيعاونوا الماس يعاونوا الماس بالطريقه باش هو كيعاون. راه جيتي قلتي لينا ما تعاونونيش سيروا عاونوا الفروع الاخرى وانا متكلف بالفرع ديال كره القدم. دخل بغيتي تدخل دخل على فلوسي كنسال ما يبغي يعني باغي نرد فلوسي باغي نرد فلوسي باغي نرجع فلوسي واخا غنبقاو ماشي غير غرقتها وغادي بها الافلاس غادي تبعوا نرد فلوسي حتى هما غنبقاو ولا نبطل الدوزيام ديفيزيون ايوا راه هو المشكل هادشي اللي ما بغيناش ولكن حنا غنبقاو حتى انا اللي طلعتها ياك هادشي باش نديروا نقطه بحال هكا دير نقطه صافي نديروا نقطه اللي ما باغيش الماس تهبط راه انا خصني غنبقاو تبعين ان شاء الله التطور ديال هذا الموضوع لي فار خطوات ثابته با سعيد كي جاتك خطوات ثابته بسالي راسه ولا مشي بسالي راسه لا مزيان بصراحه لي فار تيبين ولي فار تبقى فرقه كبيره حتى هي راك شتي يلعبوا ماتش كونتر الرجاء كلاسيك وكان ماتش واخا كنتسناو شي ماتش يكون احسن من هذاك داروا ماتش كونتر زمامره تفرجتي انت مازال تفرجت في الماتش الماتش ما كان سهل مجمش عرفتي واحد الحراره باش كازا تكون في هذه الحراره كتكون زمامره كازا وطبنا زمامره كتكون ما يمكنش برافو عليهم اكرا اكره اكره متجري اكره داروا ماتش داروا ماتش زوين بصراحه حتى زمان داروا كرون ماتش بروميم ميطا كان ماتش حتى دوزيام ميطا دوزيام ميطا وكانوا يماركيو ولكن تيبقى كما قال حمزه قبيله تيبقى الاحسن بن عبيد بن عبيد غارديان ويستاهل يكون في ليكيب ناسيونال اليوم رابين انا الامكانيات كبيره بصراحه عجبني بزاف غير المتم البدائل اللي اعتمد عليهم كرسميين اليوم ما كانوش بنفس المستوى ديال ديال الرسميين باش دخلوا الرسميين الوجه والوجه ديال الجيش الملكي تبدل تبدل يدخل حمودان وايمان فهمتيني ما بقاوش كي ما بقاش بوكو دو بيرت دو بالون فهمتيني مي في الاول كان شويه ديال لا تيميديتي واخا كاين حريمات في الاول كتبان لك من عند المهاجمين ديال ما كاينش داك الانسجام اللي كان مولفينو عنده كانوا دي سيركوي بريفيرونسييل تمايا ما بين زحزوح ايمانويل حريمات ما شفناش بحال تقطعات شويه في الماتش ديال الرجاء ما شفناش داك الانسجام الكبير كما قال حمزه لا روبليز كما قال حمزه هو راه دخل دخل لي شونجمون اللي دخلوا كونط الرجاء ولي بدا بهم مالي بدا بهم بدا بالهبطي بدا وسميتو ليون بوينت اجراي اجراي بدا بهم كامل دوزيام ميطا دخل ليكيب تيب دخل ما نقولوش ليكيب تيب ميم دخل اللي كانوا كيلعبوا ديما اللي مستانسين مع بعضياتهم بانوا بانت رعات لي فار عاوتاني وكيبرافو عليهم بجوج باش تلعب في هذيك الحراره عاوتاني راه فحال في كوت ديفوار وتحيه للزمامره اللي لعبوا كانوا يماركيو لعبوا بواحد الذكاء كبير ذكاء كبير وكانوا ممكن يستغلوا عده فرص في لا بريمير ميطا اللي دوى على كاكي لا كره ديال حدراف اللي بقى اللي بقى راس راس مع فاس فاس مع سميتو مع بن علي الى بيردو ليكيليب فهمتيني يعني كره ديال بحرو بحرو اللي هز فيها لاربيت اورجو ولينا كون نرجعوا للفار راه ما غيلقاو فيها والو مي هوروزمون بن عبود عاد بس هذاك لو جيست اكروباتيك ديال بحرو تبارك الله راه في لا دوزيام ميطا بن عبيد كيف ما قال لك هو اللي خلى كانوا تعادلوا في الاخر وليني راه ما نساوش عاوتاني حتى الغياب ديال العربي الناجي اللي كان كيعطي الاستقرار هو بان وي في الميديو تاعون ديفونسيف موي تاعون كيعطيك استقرار كيعطيك استقرار سورتو على المستوى الدفاعي او على مستوى دي بالاريتي تاعون الدفاعيه ديالك او التنشيط الدفاعي ديالك دونك مي كتدوز من هاد من هاد المراحل بحال هكا وكيكون الفوز صعيب ويكون عندك غارديان بحال هكا كيكونوا بوادر كبيره او اشارات قويه على انك منافس قوي على الشامبيونات جوج فرقي اللي غيمشيو حتى الاخر زعما سي كلير انا نزيد تاكدت لك على ان لي فار والراجا كيلعب لا مش والو في كلاسيكو عطيتي لها الهضره مش والو انا كلاسيكو راه سي نورمال ماتش ماشي حادي ماشي بينهم وبين الثانيه 10 نقاط شوف الوداد دابا حتى الوداد ما ماشي سنهضروا زعما باش نقاعوا ثاني ما قادرش ترجع غادي ترجع يكون ربحوا اليوم شي يكون ربحوا اليوم وعنده ماتش جاي مع بركان ويكون ربحوا تقدر تلقى تي منافسه على الاقل الوداد ما قادرش تربح هذا الماتش جوله كامله ولكن اليوم الوداد الوداد تنحمل المسؤوليه للبنزرتي يعني
واللي شو اللي دار ماشي هادوك ترجع البيلانتي ديال ليفار هنا بيناتي لا اكلوا فيه اكلوا فيه بيناتي بيناتي وداير الدخول ديال العمري عطى بزاف ديال الديناميكيه لهداك لو كوتي غوش ايمانويل ما دارش دابا جوج ماتشات هذاك الدري ريال غوش ياك العمري هذا اللي جاب العمري اللي كان بداو شوته شويه وكان الماتش ديال دار الماتش ديال النجم كان هذيك ورقه هكاك فابور دابا كما قلت يا حمزه اش اللي فيك تيف عند لي فار كاينين فهمتيني كاين البديل كاين انه استمراريه شكون اللي غيكون عنده السفل اكثر فينيش زعما فينيش الرجل ولا لي فار انت شوف خلط لي لي فيكتيف مع المدرب مع تبقى ناخذ فتح ونجي عندك تبقاو حتى لاخر دوره ما يمكنش لا هو فتح باغي يقول ما تاثر على فتح قول فتح اثر عليا انا ضربني الضو اثر عليا ترى يا صاحبي شوف لي فار كاعف تاع اليوم على قبل الوداد لا ماشي على كاعي والله ما على قبل الوداد بالعكس سي نورمال تكاع باش تشوف هذيك الطريقه باش خسرتي راه ماشي تكاع ثلاثه خسرتيها بواحد هادي يقدروا حتى ثلاثه وبنفط فهمتي نسى ونقول لك اللي كاين صاحبي واش نكذب عليك بقاو نهضروا ونصبر عليهم عارفين وين يرجعوا انا والله تيرجعوا برا تماك والله تيرجعوا عاد شوف هاتوا عليا ديك الباس ديالها ويرجعوا صبر عليهم ابقى شقني لي انا قول لي بعد من الويده كاع ما قلت لك جاي لي اليوم قول لي كنا باغيين عليه قول لي رجعنا وياك قول لي شوف ديك حمزه دوال الويده نقول بعد من الويده هذا خويا عيط لا بلا شوف لا خص لا واحد القضيه خص الطريقه لا خص الطريقه باش نهضروا انا وحمزه على نهضرنا على الويده ولا على الراجل كاينين شي وحدين شي صحاب هو تتولي ضد واش فهمتيني انا فهمتيني وحنايا باغ الفوتبول انا بلاتي نهضروا في اللوجيك شد زوين كيبغي الناس كيبغيو يشوفوا عادي داكشي اللي كاين انا اش نقول ليه نقول لك مبروك اليوم الربح الله يبارك فيك اخو قال الفرقه ديالي مازال ترجع ان شاء الله عادي زوين ودرا جايين في الطريق ماشي كراش يكون كيتفرج يدخل يريح انا نقول لك تسكت اصاحبي فهمتيني هذاك اللي يكون كيتفرج لا شوف باش هما يعرفوا واحد ما كاينش هذيك العقده زعما هادي الود اليوم ما تنور يلا مشيو بحالات لا لا اليوم ما عندك بد مزير مزير عندي لك خاسر مزير دير سي نورمال تزير اصاحبي واش فرق ربحات بخمسه سيمانه اللي فاش خاسره بثلاثه ديال راه سي نورمال كاع مدرب مستقيل مدرب لا باش نقول لك راه داك السيد مدرب كبير غير هو اكبر انت والله تكبر بالرب كذب ولا راسنا هذا احترموه احد كبار المدربين في القاره فوزي بن زرتي وبارك راه شحال هادي فيك عنده 50 عام 40 عام دابا 88 يمشي عبد الله شويه وي كذب ولا راسنا صح سعيد الى الدور راجل البطوله شنو غتجيب البورصو او حمزه بالعكس هو الراجل دير مع شي خضار الراجل وعدنا باش دير بطوله تدي شحال هادي هو اللي كنا نجيب ليه الكادو ديالو عادي ها هو غادي ولكن ما داش شي حاجه ولكن الويد غادي يشاركوا مع العام الجاي صافاش غادي يشاركوا غادي تكلاصه وتروازيان نتيفي عاد يعني عارض عليكم باندوزا بلاش من نتيفي تروازيان نتيفي على ابو لاكاف ونديو نوعوا شويه نوعوا اينا من الشامبيونز ليغ ياك كاس البقره ما بقاش كاس البقره مزيان مزيان لاكاف بالعكس شوف فاش تدي شي لاكاف تعيشوا الفقر شويه تحسب تي بغينا نرجعوا للفقر شويه تعذبنا هاد السنين الاخرى ولينا ولينا حماض ديك الشامبيونز ليغ يلاه بحالاتنا خويا كاكي بسلامه اخو خويا نبيل شكرا بزاف مشينا الناس خويا حمزه تحياتي الله يحفظك خويا سعيد وهارد لك انا قلت لي هارد لك انا نقول لك هارد راجع راجع ان شاء الله الله يعوضك خير اخويا علاش وصافي دابا هو دوات اللي خرج شي دقاقي ما طلقش عندنا في الاول الحلقه ماروخه شحال ديال ماروخه والورد هذاك الورد ديال عند دياب هذاك ديال اللي حدا ميكراما كامل كاع نتفو موت عليكم بزاف بزاف قولوا بعيد حب عيد الحب راه الحب هما كاينين لداخل بلا ما نقولوا عيد الحب كاين لداخل سير عيد الحب حموز خويا واخا عيد الحب الخضر هاني مرحبا خويا تحياتي لجميع المشاهدين ديال قناه كره في 90 الله 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 فاكيش كدابة فهمتي شكرا خويا حمزة شكرا جاكينيو دراري العشرين نتلاقاو في الحلقة الجاية ابوني الدراري واللعيبات راه حنا غادي العائلة راه تفرق عاج عندنا خصنا شي فيلا ديالنا خويا ونتلاقاو في الحلقة الجاية تشاو سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرون يا سلام حمزة بورصو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام.